واهلا بكل مشاهديك وكل جمهور النادي الاهلي. شايف مباراه السوبر الافريقي ازاي؟ الاهلي بطل دوري ابطال افريقيا امام اتحاد العاصمه بطل الكونفدراليه، مباراه في اول الموسم ويعني مباراه ببطوله، شايف المباراه ازاي وحظوظ النادي الاهلي ازاي يا كابتن اسامه؟ ما فيش شك انه اهميه المباراه ان هي ببطوله زي ما انت قلت يا اسامه. مباراه واحده دي بيبقى ليها حسابات خاصه، وطبعا جايه في اول الموسم، لكن النادي الاهلي عامل معسكر اعداد كويس، استقطب لعيبه جداد، امام ورضا سليم ودلوقتي مودست اخر واحد مع اللعيبه القديمه، رغم طبعا فقدنا اثنين حمدي فتحي وشريف، ولكن ان شاء الله يتعوضوا يعني. واكبر من اتحاد العاصمه، النادي الاهلي بطل القاره 8 مرات، بطولات كتيره جدا، مفيش شك هو الاقرب ان شاء الله في المباراه للمكسب، ولكن مش هتبقى كلام يعني. احنا بنتكلم على خبرات لعيبه النادي الاهلي اكبر، بطولاتهم اكتر، ان شاء الله الجمهور في مدينه الطائف في السعوديه هتلاقي جمهور الاهلي وجمهور مصر هيبقى كتير، هيبقى غالب على الاستاد اكتر من الجمهور الجزائري، فكل ان شاء الله الامور في صالح النادي الاهلي، ولكن المهم الاداء الفعلي والكفاح اللي هيكون داخل وقت المباراه سواء الاصلي او اثناء بقى تكمله المباراه لنهايتها، يعني هو ده المهم، الحاله واللي هيكون فيها اللعيبه وقت المباراه نفسها. لكن ان شاء الله رغم صعوبه المباراه، لكن ان شاء الله النادي الاهلي حظوظه اكبر ان شاء الله في المكسب باذن الله. لو مكان كولر الكابتن اسامه عرابي، مباراه ببطوله، الشكل الفني اللي تبدا بيه ازاي؟ هل يبقى فيه اندفاع هجومي وضغط من الاول، ولا تقسم المباراه ولازم يبقى عندك برضه في وقت من الوقت يبقى عندك حذر في المباراه؟ والله بص يا اسامه، انا وجهه نظري الشخصيه انه لازم يلعب بشكل ضاغط اكتر ويبتدي بهجوم مكثف اكتر. صحيح المباراه مش هتمشي على وتيره واحده طوال ال 90 دقيقه، لانك انت برضه بتلعب نادي بطل ونادي عنده رغبه انه يكسب اللقاء. هيجي لك وقت تلعب مثلا في نص ملعبك او تلتين ملعب او تتحفظ شويه، لكن انا افضل ان النادي الاهلي يهاجم والنادي الاهلي هو اللي يبادر، لانه ده الاسلوب الامثل عامه لفرقه النادي الاهلي، ولكن احيانا في بعض المباريات او بعض اوقات من المباريات ممكن يبقى في شيء من التحفظ، ده طبيعي يعني في كرة القدم، لكن النادي الأهلي بخبراته والتمرس اللي عنده في البطولات عامة وتاريخه الكبير، إن شاء الله هو اللي يكون واخد زمام المبادرة، ولازم يحط فرقة اتحاد العاصمة تحت ضغط وقلق انه ان شاء الله الاهلي جاي ياخد البطوله يعني ان شاء الله، مع طبعا زي ما انت قلت لابد يكون شيء من الحذر في اوقات معينه او في ظروف معينه يعني في اثناء المباراه يعني. شايف صفقه المهاجم انتوني مودست المهاجم الجديد للنادي الاهلي ازاي؟ شفنا عرض الفيديوهات بتاعته، واحد من المهاجمين المميزين الممتاز بضربه الراس، شايف اضافه الصفقه او يعني هتكون ازاي على شكل هجوم النادي الاهلي يا كابتن اسامه؟ هو ما فيش شك ان احنا كنا محتاجين مهاجم، وطبعا خاصه بعد كمان شريف ما مشي، فكنا محتاجين بصوره كبيره، انك حابب تشارك في بطولات كتيره. انا بصراحه شفت بعض الاهداف البسيطه لموزيس، ما شفتش ليه ماتشات موزيس، ما شفتش ليه ماتشات طبعا كامله او ماتشات كتيره او كده، لكن هو واضح انه بيعرف يجيب جون، هي بس النقطه طبعا اللي كل الناس بتتكلم فيها، وهنقول لنا بعض الحق او بعض الناس انها بتتكلم انه موضوع سنه 35 سنه هو اسامه عرابي مع النادي الاهلي. طب هقول لك، اسامه عرابي مع النادي الاهلي
تألقه ابتدى بعد ال 34 سنة. ماشي، بس هو الفكرة ان هو اللي يقدر يثبت ان أيوة. هو قادر او لا يعني آه. يعني هي عامة لما انت بتستقطب لعيب عنده 35 رغبة اللاعب نفسه مهما كانت امكانياته هو اللي لازم في النهاية يعبر عن نفسه ان هو فعلا الموضوع ده مش هيفرق معاه او مش فارق او مش هيفرق بدنيا معاه او في الحالة الفنية بتاعته لكن اكيد النادي الاهلي اختاره عن رؤية كويسة من الناس اللي جابته، ولكن زي ما انا قلت الناس هي بس بتتكلم في النقطة دي ولهم بعض الحق فيها الى ان يثبت ان شاء الله العكس يعني باذن الله ويكون صفقة ناجحة يعني. ان شاء الله يكون موفق من البداية ويقدر يسجل وينسجم بشكل كبير. كابتن أسامة عرابي نجم الاهلي السابق نشكرك شكرا جزيلا، كانت مداخلة مهمة عشان نتكلم برضو عن السوبر والمباراة المهمة اليوم الجمعة القادم. كابتن احمد نرجع بقى لقطاع البراعم في نادي انبي. الاستعداد يعني شكله ازاي السنه